وبطولة السوبر. موسم كان تاريخي غير عادي لجورجي جيسوس. تغطية تعود إلى خيبر في وسط الميدان. الكرة لتاليسكا بداية يسار باتجاه لودي، وحاول بكرة عرضية مرت من الجميع داخل المملكة. الفريان العاشق الهلالي في اللقطة الماضية، وأوتاميو مارنالي أقرب إلى سالم مترو مالكوم ضاعت، ثم بعد ذلك حسان أمامية باتجاه سالم يحافظ على كرته يلعبها طويلة، لكن التغطية من جانب لودي مرة أليس تيليز تعود لمسة تمريرة نصراوية انطلاقة طلعة هجومية في مباراة اليوم. وأقول روما لأنه الأخبار كلها تتكتب هذه اللقطة، هذه الكرة رونالدو بيني يلمين استقبال صعب مرة من هنا، عاد في هذه اللقطة بكرة عرضية خطيرة لكن يلعبها كرة طويلة نحو القائم الأول. كوليبالي رأسية لكنها بعيدة، عبد الرحمن مر والتمريرة والكرة خايبري يلعب بالنار لكنه مر بشكل رائع. جهة اليمين إلى سالم، سالم إلى ميشائيل، ميشائيل يلعب كرة عرضية ثم بعد ذلك مالكوم، مالكوم طويلة خطيرة من رأسك سيرجي، حلوة سيرجي مر، سيرجي مر، سيرجي حطها بالي تمهيد. ميشائيل يحاول، ميشائيل يحاول، ميشائيل مالكوم نحو نيفيز في الجهة اليمنى بكرة عرضية أخرى خطيرة بالرأس سافيتش بينية خطيرة لمالكوم والكرة الميترو كرة بالخطأ. أوه.